طيب السائل يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أسكن في سكن المسجد وأصلي دائما في الصف الثالث بعد أن تفوتني ركعة في الفجر أو العشاء، وأحيانا إذا أذنت لأحد الفروض كذلك أتأخر عن الصلاة، فهل علي شيء؟ نعم عليك كل شيء جزاك الله. إن الله عز وجل قد يسر لك وبارك لك بأن جعل سكنك فين؟ في المسجد. هذه نعمة ربما يغبطك عليها كثير من الناس الذين بيوتهم بعيدة عن إيش؟ عن المسجد. وكأنك لما قلت إنك أنت بتأذن معناها ربما أنك أنت تكون مؤذن أو نائب المؤذن إلى غير ذلك. فالأولى منك أخي الحبيب المبارك أن نعامل الله يعني قليلا يا أخواني. يعني أنت أذنت، ما الذي يجعلك أن ترجع إلى البيت مرة أخرى؟ وما الذي يشغلك عن ذلك؟ تأمل في حديث عائشة تقول: كان النبي في مهنة في أهله يلاعبنا ونلاعبه، يضاحكنا ونضاحكه، فإذا سمع الأذان كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. شوف الكلام عليه الصلاة والسلام. خلاص يا أخي المبارك، الله أكبر. تأمل هذه اللفظة الجميلة، أكبر، ما قال الله كبير، قال لك أكبر صيغة تفضيل على وزن أفعل. يعني ليس شيئا أكبر من الله بعد أن تسمع النداء. لا عمل ولا وظيفة ولا زوجة ولا واتس لئيم ولا تليجرام ولا رجع إلى البيت، خلاص، إلا أن تكون قد أذنت من غير وضوء ثم أردت أن تتوضأ، لا بأس تتوضأ وتتطيب وتتجمل وعلى طول إلى المسجد في الصف الأول. امسك المصحف. ألم أقل لكم يا أخواني إن لدينا أوقات عظيمة ضائعة في غير إدارتها؟ منها مثل هذا السائل الكريم المبارك جزاه الله خير، إنك أنت، أنا أقول لك لو أنك بكرت إلى المسجد مع الأذان وصليت لك ما تيسر من سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام ثم أمسكت بالقرآن لتختمن في كل أسبوع مرة من غير نول ولا تعب ولا مرض بإذن الله عز وجل، لأنك يستمع لك في اليوم فوق 5 أجزاء، كل 6 أيام متمختم بكل يسر وبكل سهولة. ثم تأمل كم يضيع لك من الوقت المبارك، كما جاء من حديث عمر في السنن: دعاء بين الأذان والإقامة ما يرد. انظر إنك أنت أضعت، وكم من إخوة ينتظرون دعاءك في بلاد الشام وهنا وهناك، بل أنت أيضا محتاج لدعاء نفسك، بل والدك الذي في قبره أو الذي هو حي يحتاج إلى دعائك، فكيف أنك أنت أضعت؟ ثانيا أخي المبارك، قال عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس: ما زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ما عندك عذر أن تكون في الصف الثالث وأنت المؤذن أو أنت بجوار المسجد، ما لك عذر يا أخي المبارك، بل أنت تكون من أوائل من يبكر إلى المسجد، ولا شيء يعدل ذلك، بل أخشى أن يكون هذا الذي حدث عندك نوع من التكاسل. ولذلك فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. فلذلك أخي المبارك أنت على خير عظيم وعلى خطر عظيم، خيرك في سكنك بجوار المسجد بل في سكن المسجد، والخطر هو تساهلك عن أداء الصلاة في وقتها. وكما قلت لك الأمر بسيط الحمد لله، الآن كل أغلب الساعات والجوالات فيها خدمة صلاة وكذا، تديك كذا يعني ألارمينج وتنبيه قبل الأذان ب15 دقائق لكي تقوم وتستعد وتتجمل وتذهب إلى المسجد، ثم ابقى في المسجد، لا تغادر المسجد، ابقى في المسجد. إذا كان عندك غرفة خاصة كده في المحراب أو أن تجلس بين المصلين، واحفظ لسانك يا أخي. أغلب ما يكون بعض الناس يبكر إلى المسجد وينشغل بالثرثرة، شغل بالثرثرة، يتكلم مع هذا ومع هذا ويطلع الجوال ويراسل ويخاطب إلى غير، خلي ده كله بعيد عنك، وانشغل ورتب ودبر هذا في ما نحن فيه في شعبان، ستجد بإذن الله عز وجل قد اجتمع لك وقت عظيم وتلاوة جميلة كما أنت كنت مفرطا فيها. طيب، يسأل السائل يقول: